قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن برنامج طهران النووي يعد تهديدا للأمن الدولي، مضيفا أن الولايات المتحدة تحث دول العالم على معاقبة الأفراد والكيانات التي لديها صلة بالنظام الإيراني. وأكد المسؤول أن فرض العقوبات على إيران شكل جزءا كبيرا من النقاش بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين، مشيرا إلى أن التصدي للتهديدات الإيرانية سيهيمن على اجتماعات وزير الخارجية مع قادة المملكة العربية السعودية.